حمودي حبيبي، بدي 2 قهوة و2 شاي على كيف 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 كيفك. شمعة لبين بتطلب 4 يا جل، نحن 2. عارف ليش؟ لأني متجلي اليوم، حلمت لك حلم مبارح. اسمع يا حبيبي، يلا شوني في شمعة. يا سمعة يعطيك العافية، احنا انا طبعا بحكي باسم الجميع، في رغبة يا اخ سمعة، قد ما انت انسان طيب، قد ما انت انسان حكيم، في رغبة انك تكون رئيس وزراء. يا عمي الله يطول عمرك، شو بتحكوا يا زلمة؟ شو تمزحونا تتخوصوا علي؟ شو ماركو؟ شو انا اصير رئيس وزراء؟ سمعة انت شايف البلد بتمر في ازمات ولا واحد قادر يحل هيك مشكلة. باختصار ومن الاخر، اجتنا اوامر عليا انك تكون رئيس وزراء، بنقدرش نحكي اكثر من هيك. طيب يا عمي انا، يا عمي والله انا هيك مبسوط، هاي انا قاعد عايش وباخذ من المعونة الوطنية 120 دينار، والله انه مكفياتني وزيادة، وكسر غير الحكومة، كسر غيركم يا عمي. والله يا عمي بفضلش انا، يا عمي بقدرش انا اصير رئيس وزراء، يا عمي بقدرش، والله بقدرش. طيب يا رئيس وزراء قال، والله حلمك مرتب، بدي اسألك ليه ما قبلت شيء؟ ايه ابو صغير شو مالك يا زلمي؟ احسبها، ما هو اذا انا صرت رئيس وزراء بقطعوا عني راتب المعونة الوطنية. يا جماعة الخير الله يمسيكم بالخير، اذا عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا العجائب.